هكذا تواصل مشاهدينا مستمعينا الافاضل، نتواصل واياكم من قبل هذه الانطلاقات المتواصله. تهانينا والناموس لجميع الفائزين، كما اهني حسين بن كوري المري المبدع دائما والنجم الاول في عالم الشيلات. هذا المبدع حسين بن كوري المري على فوز الباسليه بالشوط الماضي، انطلاقه شوطنا الحادي عشر في هذا الصباح اللي فيها الابكار اللي قايم مسافه 5 كيلومترات، انطلاقه موفقه وسليمه بعون من الله ثم بجهود اللجان المنظمه لهذا الميدان. نسير واياكم نحو الصداره، نحو المقدمه لكي نتابع الشاهينيه سالم بن مبارك بن جهويل المري مع انطلاقه اول الاسماء، بينما النغله على المركز الثاني لكي يتابع في هذه اللحظات اللي غير مدونة في كشف، ولكن شعار راكان بن حامد العصيمي مع المركز الثاني، النقلة مباشرة على المركز الثالث لكي يتابع الشاهينية، حمد بن ناصر بن العوضي المنهالي مع المركز الثالث، المركز الرابع أتابع في هذه اللحظات رابع الأسماء شعار رشيد بن مرشود الحربي مع انطلاقة جبارة على المركز الرابع، المركز الخامس يصل بن طويرش في هذه اللحظات شعار الشوط الرئيسي في هذا الصباح، وشعار شوط اللاند كلوزر بيك اب مع انطلاقة خامس الأسماء بدر بن عبد الله بن طويرش الوهيبي مع المركز الخامس. هكذا هي النتيجة وهكذا هو النداء الأول للمراكز الخمس المتقدمة، ولكن لنا عودة مع الصدارة مع المقدمة لكي يتابع الشاهينية سالم بن مبارك بن جهويل المري مع انطلاقة أول المراكز، المركز الثاني من يصل في هذه اللحظات راكان بن حامد العصيمي مع الشاهينية على المركز الثاني، المركز الثالث أشاهد في هذه اللحظات ثالث الأسماء تصل جبارة مع رشيد بن مرشود الحربي مع المركز الثالث، والمركز الرابع أتابع الأسماء والشعارات المتميزة في هذه اللحظات، المركز الرابع أتابع المركز الرابع من تصل في هذه اللحظات الشاهينية راشد بن سعيد بن متعب بن شريم مع انطلاقة عشم على المركز الرابع من خلال الاسم اللي مدون في الكشف، المركز الخامس وتابع في هذه اللحظات شعار فيصل بن كنعان المري مع انطلاقة الكوينس في هذه اللحظات على مستوى خامس الأسماء، نداونا يكتمل للمراكز الخمس المتميزة والمتقدمة مع هذه الانطلاقة، ولكن لنا عودة مع الصدارة مع الاندفاع الأول لكي يتابع في هذه اللحظات الانطلاق الأول، وتابع الصدارة والمركز الأول وتابع الشاهينية سالم بن مبارك بن جهويل المري، المركز الثاني تصل منوه في هذه اللحظات مع المركز الثاني راكان بن حامد العصيمي وصاحب النقطة في أحد التمهيديات الماضية، هذا الشعار المتميز، المركز الثالث وتابع في هذه اللحظات، المركز الثالث شعار رشيد بن مرشود الحربي مع المركز الثالث مع انطلاقة جبارة في هذه الأثناء، والمركز الرابع وتابع عشم مع المركز الرابع مع انطلاقة شعار راشد بن سعيد بن متعب بن شريم المري مع المركز الرابع، والمركز الخامس من تصل العنود حمد بن علي المري يقدم لنا العنود ويقدم لنا شعار على مستوى خامس الأسماء، ولكن العودة دائما للصدارة والاندفاع الأول لكي يتابع من وفي هذه اللحظات راكان بن حمد العصيمي مع الصدارة مع الانطلاق الأول، المركز الثاني وتابع الشاهينية في هذه اللحظات سالم بن مبارك بن جهويل.
إسماعيل المري مع المركز الثاني والمركز الثالث، وتابع ولاحظ بياد اللحظات جبارة رشيد بن مرشود الحربي مع المركز الثالث والمركز الرابع، وتابع الأسماء التي بدأت بالاغتراب بياد اللحظات، وتابع العنود حمد بن علي المري مع المركز الرابع والمركز الخامس. من يصل في هذه اللحظات يصل بن شريب مع انطلاقة عشم على مستوى خامس الأسماء، ولكن لنا عودة مع الصدارة مع الانطلاق الأول لكي يتابع من وفي هذه اللحظات اللي من وتها الناموس والنقطة في هذا الصباح على الصدارة على انطلاق الأول راكان بن حامد العصيمي يقدم لنا منوه ويقدم لنا شعاره على المركز الاول. المركز الثاني الشاهينيه مع بن جهويل في هذه اللحظات، سالم بن مبارك بن جهويل المري مع المركز الثاني والمركز الثالث، وتابع العنود حمد بن علي المري مع المركز الثالث والمركز الرابع، جباره رشيد بن مرشود الحربي مع المركز الرابع والمركز الخامس. تصل عشم في هذه اللحظات راشد بن متعب بن شريم المري، ولكن لنا عوده مع الصداره مع لائحه الكيلومتر الاخير، ما تبقى عن الناموس وعن النقطه المتميزه في هذا الصباح. ولكن ركز ركز يا ابو حامد مع هذا الانطلاق، مع انطلاق منوه على الصداره ركان بن حامد العصيمي يقدم لنا منوه ويقدم لنا شعاره على الصداره على انطلاق الاول. المركز الثاني وتابع في هذه اللحظات ذان الاسماء، وتابع والاحظ تقدم حشم راشد بن سعيد بن متعب بن شريم، والمركز الثالث اتصل العنود حمد بن علي المري، والمركز الرابع وتابع في هذه اللحظات اتصل ولا علي بن عمر بن تركي الخالدي مع المركز الرابع، ولكن بن شريم على الصدارة على انطلاق الأول مع انطلاقة عشم في هذه اللحظات راشد بن سعيد بن متعب بن شريم المري، ولكن العنود حمد بن علي المري مع المركز الثاني والمركز الثالث، وتابع منوه والمركز الرابع ايضا ولا اعتصل، ولكن الصدارة والقيادة والمركز الاول مع العنود. سلام تحية واحترام لمالك العنود حمد بن علي المري على فوز العنود بالمركز الاول. المركز الثاني عشم راشد بن متعب بن شريب، المركز الثالث وصلت ولع مع الخالدي، والمركز الرابع راكان بن حامد العصيمي، والمركز الخامس سعيد بن راشد بالعرج المري. تهانينا والناموس لمالك العنود حمد بن علي المري على فوزه بالمركز الاول. التوقيت الزمني 8:05:61 جزء من الثانية. تهانينا والناموس.